السلام عليكم اخوات الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى تكونوا بصحه جيده ان شاء الله. عاد بس خوت للدار، خوت كنت مع الصديق ديالي محمد، مشينا جلس معاه في يعني في الصوغ ديالو، ومن بعد مشينا لواحد القهوه وقال لي يا مالك هادي يومين ما عيطت ليا، التليفون ديالك مطفي، تقلقت عليك، كنعيط لك ما كتجاوبنيش. قلت له كنت عند واحد الصديق ديالي راك عارف، ما بغيتش، ما كي قلت لكم الخوت ما بغيت نجاوب حتى شي واحد، والله بغيت نجاوب حتى شي واحد، حتى صحاب الدار من المغرب عيطوا لي ما بغيتش نجاوب. بغيت كعرفش مره هاد التليفون كيجيب لك غير الهلاك والله. مادام المورال ديالي كان الخوت مزيان، يجيك شي تليفون غادي تسمع شي خبار الله يستر، ولا هذا قال فيك، هذا ما قال فيك، هذا قال فيك، هذا ما قال فيك، داك الشاشة خوت من الأحسن الواحد ما يهزش كاع داك التليفون كاع. اللي بغى يهضر خليه يهضر. قال لك الدب مين ما يقدش يوصل للعنب يقول حامض، حتى اللي بغى يهضر خليه يهضر، حسبي الله ونعم الوكيل. الله تعالى راه كيشوف كلشي، بنادم ما تيخافش الخوت، والله بنادم ما تيخافش، تهضر فيك بالعيناني وانت ما داير والو وضامك، ولا انا شغل يدير راه ساهل باش يعني الخوت نجو نهضروا نيشان، راه ساهل باش نبرأ راسي ساهله، ولا اني ما عنديش دابا الرغبه وداك داكشي ديال داك الصداع وداك التخربيق، صافي بغيت غير نرتاح في صحتي، نديها في راسي الخوت، نديها في لونترينمو ديالي، نديها في صحتي، نديها في عقليتي، نديها في صافي، بدل العقلية والله، والله الخوت نبدل العقلية، ما بغيت حد يعيط لي، وما بغيت نعيط لحد، ما بغيت حد يسول فيا، وما بغيت نسول في حد، عايش حياتي ضاحك لعب. دابا قربت واحد الريتم الخوت، دابا راني نشوف واحد التسيل، صافي داك التسيل اللي خصني نحققو، يعني ديك النقطة غادي نوصل لها، صافي يعني ما غاديش نبقى أنا الناس تزيد قدام وأنا نولي اللور. هادشي اللي كاين يعني الخوت، كي قلت لكم صافي خاطيني بنادم كيما بغا يكون نوعو، بغيت نديها حتى في شي واحد، بغيت نهضر حتى في شي واحد، بغيت غير راحة البال، بغيت غوة ديالي، بغيت ليبن ديالي ما يدخل لي فيه حتى شي واحد، ما يقول لي حتى شي واحد واش غادي دير ولا ما ديرش، وما بغيتش الخوت انا بنادم يجي يبقى يفرض عليا الراي ديالو، نقولها لكم دابا بهذا المنبر، ما بغيت حتى شي واحد يفرض عليا الراي ديالو، حيت انا ربي عطى لي الراس، خصني نفكر وانا اللي غادي ناخد الراي ديالي، والراي ديالي الخوت من غادي نطبقو غادي صافي، دابا راه في الميزان نطبقو نيشان، ما غادي نسمع انا حتى لشي واحد، يعني هذا هو الهضره الاخرانيه، صافي ما بغيت نسمع حتى لشي واحد، وما بغيت حتى شي واحد يقول لي شي حاجه، وما بغيت بغيتش نهضر في شي واحد ولا شي واحد يهضر فيا، يعني كي قلت لكم الخوت نركز على لونترينمو ديالي، نركز على الحياة ديالي، نركز على المستقبل ديالي، بغيت نزيد لقدام، بغيت نشوف لقدام، بغيت يعني بزاف حوايج اللي راهم في عقلي خصني نحققهم، داكشي علاش انا ما غاديش نبقى قابض في رنامة وغادي نبقى ديما نشوف مورايا الخوت، نزيد لقدام، هادشي اللي كاين. يعني كي هضر معايا الصديق ديالي محمد قال لي صاحبي، قال لي صاحبي عطاني واحد الراي، قال لي ما دي حتى في شي واحد، عيش حياتك، ما تمرضش راسك، حيت العرب الخوت اغلبيه حنا ديالنا كيما ما كان، يعني كما كان الحال الخوت، كما كان يعني واش ما دير لهم ما درت والو، يعني درتي هادي ما درتي والو، شريت هادي ما شريت لي والو، يعني رماهم وراه، حتى
داكشي علاش الخوت مادام تدير ودير ودير في التالي ما دات والو، اللهم ما ندير والو بعدا ونبقى مكالمي مع راسي. ضحكني بعدا الصديق ديالي قبيله قال لي واه انس، قال لي زعما تجي واحد الوقيته غادي تتزوج. قلت له الله اعلم، انا ما غاديش نقول لكم الخوت راني قيدت ولا عندي ولا في هاد الساعه ما غاديش في الزواج. بصح هو قال لي غادي تجي واحد الوقت، يعني تجي واحد الوقت الله اعلم، يعني وقت تقدر هاد الخوت مطلق، تقدر طول، تقدر ما نتزوجش كاع، تقدر ما يعني بعد انا في هاد الساعه ما غادي حتى في شي وحده، حتى في شي وحده ما غادي حتى في شي وحده وحده. واحد الوقت بعدا تعرفت عليها من المغرب في ديك الوقيته ديال رمضان تصايت، يعني فاش وقعوا المشاكل في الاوائل. انايا والله انا منعود اسرار ديال داري واسرار ديال راجلي، وانا كدا وانا ماشي حمقه، وانا هادي وانا هادي، وانا شربه مخي. حتى الخوت دابا هي هكا طلق براجلها، واش عاودت لي عليه؟ وغير اللي سبحان الله صافي، واش تعاودت لي عليه؟ هو كان ياسين حدايا، واش تعاودت لي عليه؟ فاعل تارك داير فاعل. وانس انت كيفاش؟ قلت لها انا ما نتزوجش اختي، تشوف لي شي واحد. قلت لها علاش لا؟ درت لها هكا بالعاني، قلت لها واش بالمغرب ولا بالخارج؟ بغات تطبتني، قالت لي حتى بالمغرب معليش، قلت لها ما كان حتى شي مشكل. خوت واحد النهار تلفتها وعاودت لها نفس السؤال، قالت لي انا ما عندي ما ندير هنا، والسمش فرعطني والعجاج والقمت وما كان فين تمشي. قلت لها فين بغيتي تمشي؟ نمشي للخارج. قلت لها شنو ديري هنا ما كان هنا والو؟ قالت لي والله ما تحشيوها لي. شتي في الاول يجولك هاك وما راهم بلانين هاك، ولكن الواحد مين يكون خدا شي تجربه يحفظها شي حفره تاع هاك تولي فين فين كانت، يعني هذا هو المشكل ديال والله ما تحشيوها لي. قلت لها بغيتي تجي لاسبانيا؟ ما عندي ما ندير باسبانيا، فرنسا اخ انا نكره فرنسا. تقول لها حوستها، لا انا بغيت لالمان. بغيت لالمان الخوت. قلت لها حلمي حلمي، قلت لها الله يجيب لك ربي شود الناس بنت الناس. شوف في الاول يعني صحاب المغرب كي كيكونوا كيعطوك واحد الاهميه وكيبينوا لك وكذا، وانا خاطيني وانا كذا، وفي التالي فتحت راسها. واش انايا ما نولي حتى انا خصني نمشي لالمانيا؟ واش انا نجلس هنا؟ والله ما تحشيوها لي. يعني انت يا الا تزوجتي انا بغيتي غير المانيا، يعني اش التفكير ديال التفكير الخوال الخوت. الناس ماشي تفكر تقول بغيت راجل ولد الحلال يتهلا فيا ونتهلا فيه ونعطيه الحب ويعطيني الحب ونعطيه السعاده ويعطيني السعاده ونعيشوا حياتنا وما ندوها حتى في شي واحد. لا ما كيفكروش هكا، هما يفكروا غير فاش كيجيو هنايا ديك الخمس سنين من بعد يتقلبوا عليك. صافي هادشي اللي كان الخوت، وما غاديش نزيد نهضر في هذا الموضوع. في النعاس الخوت، غنمشي دابا النعاس، غدا خصني نوض عندي واحد الشغل، خصني نمشي عند خليم بن ترلو واحد الفلور وواحد فول سيمان. والله ما قد الخوت ما قدش مريض، قلت له السيمانه الفايته بقى خاطرو درك واش غادي دير، خصني نمشي بالسيف عليا ما قدرتش غادي نمشي تما بعدا غير يشوفني نقول له ما قدرتش ما قدرتش. هادشي اللي كان، يلاه تصبحوا على خير.